start downloading this show. There's like 6 seasons. That's one starting till now. الإيفنت مهم علشان عايزك بتضم شباب، شريحة كبيرة من شباب مصر، فلازم نتواصل معهم ونشوف هيعملوا ايه بحياتهم ومستقبلهم. احنا بنشتغل في العشوائيات مع شباب يمكن باك جراوند مختلف شوية عن الشباب دول، بس ما هو لازم يشتغلوا مع بعض. فأنا موجودة هنا عشان أشوف إزاي هشبك ما بين الشباب دول وشباب العشوائيات. الصراحة ما عنديش بيزنس أعرضه عليهم، عندي فرص إنهم هم يعملوا بيزنس مع الشباب التانيين، وإلا مصر مش هتقوم. في ناس عدت مرحلة إنها تاخد نصيبها اللي كان طبعا من حقها، فلازم نشوف حل في الموضوع ده. اللي طالعين بقى ليهم قصة تانية طبعا، في تغيرات يعني إتاحة الفرص للجميع، وفعلا الضغط على إنه التعليم يبقى له جودة، مش اللي هو ما بيكلمش لغات وما بيروحش مدارس خاصة يطلع فرص وفي الحياة متدنية بسبب كده. يعني لازم يبقى في فرص لكل الناس. الراجل ده اول ما يخش على الكامبين يشتري عقود ما يفكرش.